معنا على التليفون الأستاذة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. يعني أنا بصبح عليكي في البداية، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك أستاذة منار هوند وأستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، أهلا بك يا أهلا بيك. يا بصي بقى، يعني إحنا بنحب دايما معاكم نطمن طبعا على الأجواء والويكند هيبقى عامل إزاي، عشان حضرتك عارفة خلاص فصل الصيف، ناس كتير بتحب إن هي تسافر. وكان دكتور محمود معانا من يومين وقال لنا للأسف الشديد الويكند أو الأيام القادمة هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فنعرف منك أكتر بقى، اتفضلي. بالفعل احنا بدأنا من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. الارتفاع ده هيكون بحوالي قيم من درجتين بثلاث درجات عن القيم اللي كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية. ذروة ارتفاعات درجات الحرارة هتكون غدا الخميس يوم السبت إن شاء الله، فهي فترة الأجازة هيكون فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، في زيادة كمان في نسب الرطوبة في الجو. يمكن زيادة نسب الرطوبة في الجو هتخلي إحساسنا بدرجات الحرارة أعلى كمان طبعا من القيم اللي إحنا بنقولها. يعني إحنا متوقع أعلى درجة هنسجلها على القاهرة الكبرى هتكون 39 درجة مئوية يوم السبت المقبل. فطبعا الأجواء هتكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب أنحاء الجمهورية. خلال فترات الليل الأجواء هتكون معتدلة تماما على أغلب الأنحاء. هنبدا من يوم الاحد نشعر بانكسار الموجه، لكن فتره يعني الويك اند كلها وتقريبا من النهارده لحد يوم السبت ده ارتفاع في درجات الحراره. كمان متوقع مع فترات المساء وساعات المغرب تحديدا وفتره بتاعت دخول ساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح. نشاط النسبي للرياح ده هيساعدنا على عدم احساس بنسب رطوبه، فبالتالي هنحس باجواء معتدله فتره المساء. لكن فترات النهار وفي ايضا خلال ساعات الليل هيكون في زياده في نسب رطوبه، في زياده لفترات شطوع اشعه الشمس. فاحنا عشان كده في الفتره دي تحديدا فتره ارتفاع درجات الحراره بننصح كل الساده المشاهدين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر. الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. فبقدر الامكان لو انا موجود في الشارع او حتى لو موجود في اماكن الساحليه مناخ الشمسيه معايا، غطاء للرأس الشمسيه او كاب لو انا موجود في الشارع. يعني حضرتك بتتكلمي ان لا يفضل ان الناس لو سافرت مثلا الجونه الساحل واتيفر ان هم ياخدوا تان او غيره، يعني في انا بتكلم بجد مش بهزر والله، لان في ناس بتحب ده حتى الاطفال الصغيرين، فيعني كلام حضرتك ان بلاش احسن. بلاش فتره الظهيره، بلاش في الفتره تحديدا من الساعه 12 أوكي. الساعه 3 بلاش التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان ده الاشعه تبقى قويه جدا، ده ممكن يسيبنا لا قدر الله بضربات الشمس. ممكن في الساعات الاولى من الصباح لحد الساعه 12، ممكن كمان بعد الساعه 3 من الساعه 4 5 ممكن ناخد فيها في الفتره دي ناخد فيها تان لو ما فيش مشكله خالص. كمان نبتدي بقدر كبير الملابس البيضاء الفاتحه اللون، القطنيه، الفضفاضه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره. نتناول من المرطبات والسوائل خاصه ان دايما ازازه الميه تبقى موجوده بالزبط. في ده شيء مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، وابقى دايما موجوده في اماكن جيده للتهويه، لان نسب الرطوبه هتحسسني شويه ب يعني بعض الخنقه في الجو كده، فانا دايما ابقى موجود في اماكن جيده للتهويه. تمام، ده بالنسبه للناس اللي هتصيف. بالنسبه لبقى الناس اللي هي بتشتغل بطبيعه عملها في اماكن للاسف يعني مفتوحه او معرضه لاشعه الشمس بشكل مباشر، حضرتك بتنصحيهم ايه بالاضافه لفكره هنا شرب الميه على قد ما يقدروا؟ وصعب ممكن يعني لو قلنا ان هم يقفوا في حته ضله، للاسف الشديد بطبيعه شغلهم في ناس بتضطر ان هي تقف في الشمس، فطبعا ربنا يعينهم، فدول تنصحيهم بايه برضو وفقا للارصاد؟ يعني علشان يبقى في زي ما بيتقال كده ما يبقاش في اصابات او حاجه، لان شاهدنا قبل كده تقريبا من صيف او من صيفين كان في بعض الاصابات الشديده، ناس جالها اغماء وحاجات زي كده، حضرتك تفتكري برضو؟ هو احنا بقدر الامكان نحاول يعني نبقى لابسين اي حاجه كاب يحمينا من اشعه الشمس الضاره او يحمينا من اضرار اشعه الشمس، لان ده ممكن يصيبنا بضربات الشمس بالفعل. فاحنا بقدر الامكان لو نقدر نتجنب الفتره دي تحديدا اشعه الشمس، يعني فتره من الساعه 12 للساعه 3 ده شيء مهم جدا، بنحاول بقدر الامكان ما نصيبش بضربات الشمس. نتمنى ذلك والله. اشكرك جدا على هذه المداخله وكلام او نصايح دايما مهمه ان احنا بناخدها من هيئه الارصاد، مش فكره بس ان احنا بنتعرف على الطقس، لا كمان بناخد ارشادات، لان انا فاكره كويس انا مش متذكره كانت من سنه ولا من سنتين وعرضنا الكلام ده هنا في 10 الصبح في الاهلي، وكان في حالات اغماء حصلت لناس كتير بتشتغل فيه او معرضه يعني لاشعه الشمس بشكل مباشر، ووقتها كان طبعا الموضوع حزين جدا. لما تيجي كريم تقول في الاول انا شغلتي طبيعتها كده، ف حاجه صعبه او حاجه يعني الواحد زعل وقتها جدا. عايز اقول لك من 3 4 ايام كان عندي مشوار بعد البرنامج على طول في روكسي، انت عارفه مدار روكسي،
فجأة بدون أي مقدمات، واحنا واقفين يعني كنا واقفين في إشارة، فجأة بدون أي مقدمات واحد من الباعة الجائلين، الناس اللي هي بتبيع مناديل وكلام من ده، وقع من طوله بالمعنى الحرفي. وقع من طوله، واضح طبعا ان هو يعني بقاله كتير قاعد في الشمس، ودرجات الحرارة بتبقى قاسية جدا، وساعات كتير يعني الظروف مش بتساعدنا او مش بتسعفنا بان احنا نشرب مية باستمرار. فكويس ان احنا بنعرف مسبقا الجو هيكون عامل ازاي كام يوم الجايين، عشان اللي يقدر مننا، اللي مننا عنده رفاهيه انه ياخد باله من الملابس اللي هيلبسها، ياخد باله من المايه اللي تكون معاه، على الاقل يحاول يعني يتحاشى النوع ده من ضربات الشمس. اتفق معاك، ربنا يعين الناس دي، هذه الفئه والفئه الثانيه اللي بتكلم عن المصايف وغيره. احنا برضو بنقول لحضراتكم لا يفضل تماما التعرض للشمس، حسب طبعا يعني كلام الخبراء دلوقتي زي ما كنا بنسمع، من الساعه 12 للساعه 3. يا ريت كمان الاطفال بالذات نركز معاهم ما يتعرضوش لاشعه الشمس في الفترة دي.